مرحبا، احنا اليوم بعرب نت الرياض، معنا عبد العزيز شعلان من سي 3 ميديا. اهلا وسهلا فيك عبد العزيز، تحكي لنا ايش رايك بالمؤتمر وايش برايك هذا المؤتمر مثل عرب نت بالرياض راح يضيف لصناعه الانترنت بالعالم العربي؟ دور عرب نت او بقول عامه الايفنتس اللي تصير دائما تخدم المنطقه بشكل كبير، لانه عاده الايفنتات هذه تضيف تجمع الناس with the same interest في الانتربرنور نوعا ما في كل القطاعات، سواء في صناعة المحتوى أو في يعني نوعا ما doing a lot of businesses online. في usually those places تجيب كل الأطراف، الانتربرنورز والانفسترز حتى المهتمين في هذا المجال. وتحكي لنا شوي كيف من خبرتك في مجال الفيديو اديتنج والفيديو برودكشن، تحكي لنا ايش في نصائح بتحب تقدمها لرياديين الاعمال اللي حابين يدخلوا هذا المجال على الانترنت؟ هو شوف، مجال الانترنت سهل، يعني الانترنت كفينومينا سهلت بشكل كبير على اي احد انه يدخل هذه الصناعه. اللي يميز الصناعه هذه نوعا ما انها ما هي صعبة زي مثلا في الاونلاين، مثلا الاوفلاين برودكشن، وين انت مثلا لو على سبيل المثال تبغى تنتج شيء للتلفزيون حتدخل في نوع ما بروسيس مرة معقد وطويل. الاونلاين مبني انه يكون برودكشن اسهل نوعا ما، هي كله يعتمد على المحتوى نفسه. اذا المحتوى قوي مهما كانت، يعني مو مهم الافكت ولا الفيلينج اوف ذا فيديو، اهم شيء انه المحتوى نفسه يكون قوي جدا، وزي ما يقولوا كونتنت از كينج. فاذا سويت محتوى كويس، سواء انت في بيتك او نوعا ما في شركه تعمل في هذا المجال، المحتوى الكويس هو اللي يفرض نفسه في السوق. نصيحتي لهم، ممكن احنا نوعا ما نحاول نخلق في سي 3 فيلمز، نحاول نخلق صناعه جديده تخدم الاندستري عامه، من ناحيه في الفيديو او في الانترتينمنت از ا هول. يعني لان في السعوديه مفقوده عندنا صناعه الانترتينمنت، ما هي موجوده، لا زالت يعني ما ابغى اقول حبيسه لاشياء ثانيه، لكن الصناعه هذه لسه ناشئه، عمرها اقل من سنتين، الجروث فيها جدا عالي. فاللي يدخلها يضيف لها يعني الانبوت حق الشخص الانديفيدوال او الكونتنت كريتر او الانفستر او المشاهد او ايا كان، اضافه عظيمه نوعا ما، حتغير الماركت حتى على اذر ماركت، سواء الادفرتايزنج اندستري او التي في اندستري. الحين احنا شايفين في افكت على هذه القطاعات من الان صاير، فبعد 3 سنوات او 5 سنوات ممكن الافكت يكون اقوى. وتحكي لنا ايش برايك التطورات اللي راح يوصل لها انتاج الفيديو على الانترنت بالعالم العربي خلال السنتين الجايات، خصوصا بالسوق السعودي؟ بتكلم عن السعوديه اللي قاعد يصير في السوق السعودي. لا زال يعني لو باخذ انا قطاع الميديا از هول فور 30 years، كل القطاع هذا قاعد ينتج بان عرب برودكت. طبعا بان عرب برودكت ما لها يعني مختلفه نوعا ما عن الموجوده في الاونلاين. الاونلاين از اول اباوت لوكالايزنج كونتنت. فباخذ مثلا الشعب السعودي هو 70% اقل من 30 سنه. لو تحطه قدام تلفزيون ستلاحظ انه لا يوجد اي محتوى في التلفزيون يمثله هو شخصيا، اراء واوبينيون ونوعا ما حتى الديموغرافيك، فتلقى فيه عزله تامه، لدرجة أنه صار فقط يعني السوق السعودي في المحتوى مثلاً الانترتينمنت برودكتس الموجودة في التلفزيون ما تصير إلا في شهر واحد اللي هو شهر رمضان، وأغلبها تصير بشكل نوعاً ما تناسب الديموغرافيك حقنا. فاللي خلانا نوعاً ما ننجح في الانترنت أنه أولاً الانفستراكشر حق الانترنت في السعودية جداً قوي، من أفضل الانفستراكشر موجود في الميدل إيست. الشيء الثاني، اللوكال كونتنت اللي احنا قاعدين نسويه يمثل الشاب السعودي أو الشابة، نوعاً ما تلاقت الأطراف وصار في ديماند عالي على المنتج، على المحتوى اللي قاعدين نقدمه. هذا حيأثر إن شاء الله في المستقبل، حيأثر على قطاعات أكبر، قطاع الإعلان، الدعاية والإعلان، قطاع التي في اندستري. ففي قطاعات كثيرة ممكن مستقبلا إن شاء الله إحنا عندنا مشن إنه في 5 سنوات إن شاء الله نقدر ننتج أفلام سينما إن شاء الله within 5 years. ما حنقدر نوصل لها الآن بسبب تنقصنا الخبرة والكابابيليتي وأشياء كثيرة، لكن إذا مشينا على هذا الخط
ماكسيمم اي وود سي 5 تو 6 ييرز اكيد حيكون في صناعه جديده اللي هي صناعه افلام ومحتوى يعني ناخذه الى 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 نيكست ليفل. وتحكي لنا بس عن ايش في نصائح بتقدمها لاي شاب ناشئ عنده مشروع ناشئ على اليوتيوب عشان يقدر يسوق القناه تاعته على اليوتيوب؟ طبعا في هاجس كبير عند الناس اتوقع انه اكبر خلل انه الشخص يعتقد انه هو يسوي محتوى عشان الناس تبغاه. السوق احنا لا زال ناشئ ف فايند يور انترست، شوف انت كصانع محتوى ايش الشيء اللي تحبه. مثلا لو تحب طبخ فور اكزامبل سوي برامج عن الطبخ، لكن لا تخليها من يعني طالعه من عشان في ناس تحب الطبخ او ايا كان. يعني create a demand for your own thing، لا تروح وتدور الناس ايش تبغى بعدين you do product upon that، لانه البرودكت لايف سايكل حق المحتوى اللي ينبني على الناس او خلينا نقول على needs and want حق الناس، مع انه it could be solid بس البرودكت لايف سايكل حيكون مره قصير، فيبدا يطلع as a hit show بعدين يبدا ينزل مع الوقت. فاللسن هنا do time sensitive content، يعني محتوى انت تقدر قصدي less sensitive، يعني محتوى هذا ما يكون مبني على انه يكون عمره الزمني شهر شهرين event حصل او ايا كان، ممكن يكون مبني على 5 سنوات 6 سنوات ارجع له، لانه الارشيف الموجود في الانترنت يخولنا انه احنا نرجع لاي محتوى موجود في الانترنت. فحاول تجد a demand for new thing، be creative، لا تصير تقليدي مره، لا تقلد احد. يعني في كثير من المحتوى الكونتنت كرييترز نوعا ما يشوفون سكسس ستوري صارت في الانترنت سواء في اليوتيوب او مواقع ثانيه ويحاولوا يسووا نفس البرودكت، وهذا اكبر غلط. لانه بلد انك لما تبني منتج مبني على السكسس حق الاخرين ايفنشلي ات وونت يعني ات وونت لاست، مع الوقت حيموت. وبالنهايه تحكي لنا ايش في ادوات بتنصح اي واحد بيعمل انتاج ومونتاج للفيديو لازم يتعلمها ويستخدمها؟ It's very basic. طبعا انا ماني بشغال في البرودكشن بس بحكم خبرتي البسيطه I would say DSLR كاميرا could يعني تكون enough، والانفستمنت حقها ما يعني محدود، اي احد يقدر انه يسويها. زائد يعني البرامج سواء بريميوم حقت الايديتنج او الافتر افكتس والفاينل كات، هذه الاشياء البسيطه يعني وما يبغى لها يعني الانفستمنت العالي. كل اللي يحتاج الانفستمنت الوحيد اللي يحتاجه الانسان هو مو الماده، الوقت والفكر. هذا هو اكثر شيء احنا نحاول ان الكونتنت كريتر انه يركز عليها. مع الوقت حيبني منتجات هو يعني حيكون يعني نوعا ما متفاجئ من الريزولت اللي سواه. شكرا لك عبد العزيز، نتمنى نشوفك مره ثانيه على تيك سباركس. شكرا لك. يعطيك العافيه.